ولاد الإرهابية مش ساكتين وبيحاولوا بكل الطرق وبكل الوسائل إن هم يضعفوا مصر بتحالفات مشبوهة مع عناصر الإرهاب الدولي. فكانوا كل شوية يأسسوا تحالفات وكيانات، واللي مشترك ما بينها كلها هو الخيانة، هو الخسة. طيب آخر الكيانات دي واللي مهتمين بيها إن انتوا تشوفوها دلوقتي زي ما قلنا لكم عنوانها هناك، هو كيان تم تأسيسه من فترة قريبة. الكيان ده كان اسمه اتحاد الجمعيات المصرية. يعني ايه اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا؟ انتوا شايفين اللوجو بتاعه قدام حضراتكم. اللوجو ده مين اللي على راس اللوجو ده؟ ايه العلم اللي على راس اللوجو ده؟ مش ده علم تركيا؟ علشان دي دولتهم. لما كنا بنقول لكم ان كل واحد من دول ممكن يقول في لحظة صدق مع نفسه طز في مصر، كان البعض بيقول لا دي ممكن تكون زلة لسان. لما كنا بنقول الناس دي مصرية في الهوية، في البطاقة، في الرقم القومي، لكن ما تعرفش يعني ايه مصر المحروسة، اهو اللوجو قدام حضراتكم، شفتوه كويس قوي اللوجو ده، وهتشوفوه تاني قدامكم دلوقتي. يا ترى اللوجو ده العلم المصري فيه فين؟ خلوا عينيكوا تحفظوا كويس. العلم المصري حاطينه على الجنبين وحاطينه بطريقه هسيب توصيفها لحضراتكم، مش ليا ولا لفريق العمل. ركزوا في اللوجو ده، لان لما هنفكه هنعرف الناس دي وجدانها ازاي. طيب رئيس الاتحاد بتاع الكيان ده هو مدحت الحداد. مدحت الحداد، وهتشوفوه وهتتعرفوا وهتفتكروا مين هو مدحت الحداد، والصورة بتاعته واضحة قدام حضراتكم. هتقولوا لي يعني هو ده قريب حد من عيلة الحداد؟ هقول لكم كلهم اخوات. طيب مدحت الحداد ده الرئيس. طب مين النائب بتاعه؟ السيد العزبي. العزبي؟ العزبي، 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 ايوه العزبي. وصورته قدام حضراتكم وهتشوفوها، ويهمني تبقوا عارفينها كويس ومرسومه جوه عينيكوا. طب مين امين الصندوق في هذا الكيان اللي بيشكل مظله قانونيه للوجود اللي بيتقال عليه مصري في دولته، دوله التنظيم الأراضي العثمانية؟ مختار العشري أمين الصندوق. يا ترى مين مختار العشري ده؟ وإيه الكيان ده؟ ومين الثلاثي الرهيب ده؟ الكيان ده الحقيقة هدفه الأساسي هو إدارة المحفظة المالية للتنظيم الإرهابي، إدارة أموال التنظيم يعني. وده طبعا غير الدعم المالي لكل التوجهات اللي هدفها الوحيد هو الدولة المصرية، والهدف ده هم بيشتغلوا عليه طول الوقت. علشان كده مهم جدا بالتأكيد ان احنا نكون منتبهين ان الناس دي بتصدر الإرهاب. والكيان الإرهابي الجديد ده هدفه الأساسي هو إدارة المحفظة المالية للتنظيم الإرهابي، وده غير الدعم المالي لكل التوجهات اللي هدفها الدولة المصرية. وبالتأكيد كلنا ملاحظين الإرهاب اللي بيحاولوا تصديره على الحدود المصرية الليبية، زي كده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، وزي اللي كمان هنعرف عنه كتير بعد شوية.